السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لهم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.